لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير لهم فهم يوزعون. واختلف أهل التأويل في معنى قوله فهم يوزعون، فقال بعضهم معنى ذلك فهم يحبسوا أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا. عن ابن عباس قال: جعل على كل صنف من يرد أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما تصنع الملوك. أن قتادة: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، قال: يرد أولهم على آخرهم. وقال آخرون معنى ذلك فهم يوساقون. عن ابن زيد: فهم يوزعون يوساقون. وقال آخرون بل معناه فهم يتقدمون. وقال الحسن: يوزعون يتقدمون. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال معناه يرد أولهم على آخرهم، وذلك أن الوازع في كلام العرب هو الكاف، يقال منه وزع فلان فلانا عن الظلم إذا كفه عنه، كما قال الشاعر: ألم يزع الهوى إذا لم يؤتي بلى وسلوت عن طلب الفتاة. وإنما قيل للذين يدفعون الناس عن الولاة والأمراء وزعة لكفهم إياهم عنهم، حتى إذا أتوا على وادي النمل، يقول يعني تعالى ذكره بقوله حتى إذا أتوا على وادي النمل، حتى إذا أتى سليمان وجنونه على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، يقول: لا يكسرنكم ويقتلنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يقول: وهم لا يعلمون أنهم يحطمونكم. عن عوف في قوله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، قال: كان نمل سليمان بن داود مثل الذباب بيطير، يعني الله أعلم. هذا مما تحرف في بعض الروايات إلى الذياب، فقال جعلها بعضهم مفردة مثل الذئب، هذا خلل كبير يعني، ولا حاجة إلى البحث عن ذلك. فتبسم ضاحكا من قولها، يقول تعالى ذكره: فتبسم سليمان ضاحكا من قول النملة التي قالت ما قالت، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يعني بقوله أوزعني ألهمني،
عن ابن عباس في قوله قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يقول جعلني. قال ابن زيد في قول الله تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، قال في كلام العرب تقول أوزع فلان بفلان، يقول حرض به، حرض عليه. قال ابن زيد أوزعني ألهمني وحرضني على أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. كأن الهمزة دي كأنها الهمزة السالبة، وزع كف وأوزع حرض، وزع يبقى كف، عشان كده لك عنده وازع يعني ايه شيء يمنعه من الوزع. أوزع يعني حرض ودفعه، يعني أن أعمل صالحا ترضاه، يقول وأوزعني أن أعمل بطاعتك وما ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يقول وأدخلني برحمتك مع عبادك الصالحين الذين اخترتهم لرسالتك وانتخبتهم لوحيك، يقول أدخلني من الجنة مداخلهم. بل الظاهر أن طلب صحبة الصالحين أعم حتى ولو لم يكونوا من المرسلين، وذلك ليعلم فضل صحبة الصالحين، وأن من نعيم أهل الجنة كون الإنسان مع عباد الله الصالحين. صحبة الصالحين نعيم في الدنيا والآخرة، ولو كانت الجنة لواحد دون صحبة من الصالحين لكان فيها نقص، ولكن جعلهم الله عز وجل في القيامة زمرا وفي الجنة إخوانا على سرر متقابلين، فكيف إذا كان فيهم الأنبياء والمرسلون؟ هذا من نعيم أهل الجنة. قال ابن زيد وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، قال مع عبادك الصالحين الأنبياء والمؤمنين. ما أحسن ما ذكر ابن زيد أن هذه الآية عامة، ليس كما خصصها ابن جرير الذين اخترتهم لرسالتك وانتخبتهم لوحيك، فليقول مع المؤمنين عموما الأنبياء والمؤمنين. والله أعلى وأعلم. قل قبل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.